الثلاثة بيرفيومز اللي هنتكلم عنهم النهاردة، أول واحد فيهم دانيل آيكون أبسوليوت، تاني بيرفيوم فيهم هو إيسي مياكي إنتنس، وتالت بيرفيوم فيهم هو فالجاري مان إن بلاك. وجالي ناس كتيرة خصوصا على انستجرام بتطلب مني أتكلم على أكتر من نوع من البيرفيومز، وعايز أقول لكم إن جالي كمية أنواع كتيرة جدا جدا، لدرجة إن أنا في حاجات أنا نفسي ما كنتش أعرفها ونزلت أجربها، واللطيف إن لقيت فيها حاجات حلوة أوي. وعايز أقول لكم إن في الفيديو ده أنا هتكلم على واحد من الحاجات اللي أنا ما كنتش أعرفها أصلا، ولما جربتها حبيتها جدا. فالمهم من غير ما نطول، دول أكتر ثلاثة بيرفيومز جالي طلبات منكم إن أنا أتكلم عنهم، وطبعا ما تقلقوش باقي الحاجات هتكلم عنها في فيديوهات اكيد بعد كده. الثلاثه بيرفيومز اللي هنتكلم عنهم النهارده، اول واحد فيهم دانيل آيكون أبسوليوت، ثاني بيرفيوم فيهم هو إيسي مياكي إنتنس، وتالت بيرفيوم فيهم هو فالجاري مان إن بلاك. طبعا انا رايت في اختياراتي للثلاثه دول انهم اولا يبقوا في نفس الفئه السعريه المتوسطه، مش غاليين قوي وفي نفس الوقت مش رخاص قوي، عشان في نفس الوقت ادائهم يبقى كويس والتاثير بتاعهم يبقى حلو. ان انا عارف ان اكتر حاجات اي حد هيكون مهتم بيها هي الحاجات اللي بتثبت فتره طويله. هنتكلم في الموضوع ده باستفاضه عن الفيديو، بس قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو لو اول مره تشوفني وعايز تدعمني، وممكن تعمل لايك للفيديو برده، ويا ريت تقولي في الكومنتات ايه اللي ما عجبكش، ويا ريت تعمل فولو لو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك، او تعمل سبسكرايب لو بتتفرج عليا على اليوتيوب، وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وطبعا لو عايزين نتكلم على نوع بيرفيوم معين او اعمل مقارنه ما بين 2 او 3، يا ريت تكتبوا لي ده في الكومنتات. انا اسمي احمد، وبتكلم على اي حاجه تخص الرجاله، سواء فاشن او سواء لايف ستايل او حتى بيرسونال كير. يلا بينا نبدا. خلينا نبدا بدانيل آيكون أبسوليوت. عايز اقول لكم ان دانيل من البراندات الانجليزيه المحترمه جدا جدا اللي انا بحبها قوي من زمان. اللي كان مانعني بس ان انا ما كنتش بلاقي مكان بيبيعها اوريجينال، او كنت بلاقي الاماكن اللي بتباع اوريجينال كانت بتبقى غاليه قوي، بس لما لقيت مكان بيبيع اوريجينال وبسعر كويس قوي ما ترددتش خالص اني اجيبها. دانيل كمان من الحاجات اللي بتميزها ان الاسعار بتاعه البرفيومز فيها اسعار تنافسيه جدا. ده غير بقى ان احنا لو اتكلمنا على شكل الازازه، شكل الازازه لوحده تحفه فنيه، شكلها تحفه جدا، تحس ان انت ماسك حاجه قيمه جدا. انا معظم ازاز البرفيومز اللي عندي ازاز، ف نادر قوي لما يبقى عندي ازازه بالشياكه دي، والازازه شكلها تقيل وتحسسك ان انت ماسك حاجه فخمه. اللطيف في دانيل آيكون أبسوليوت ان هو مش خفيف ومش تقيل. البرفيوم ده فيه توابل وفي نفس الوقت فيه حاجات فريش قوي. ما ينفعش نقول ان هو برفان صيفي بس او برفان شتوي بس. انا عن نفسي بفضله اكتر في الشتاء علشان التوابل اللي فيه، بس مش لدرجه ان الجو يبقى حر قوي، ساعتها هيبقى فيه اوبشنز احسن بكتير جدا من الاوبشن ده. زي ما انتم عارفين الصيف بيبقى احسن ان انتوا تجيبوا حاجات فيه فريش، حاجات فيها النوتات العطريه اللي فيها فواكه وفيها حاجات فريش مناسبه للصيف. المميزات اللي موجوده في البرفيوم ده هي تعدديه الاستخدام، بمعنى ان انت ممكن تستخدمه في اي وقت وفي اي حته، يعني ممكن تحطه الصبح، ممكن تحطه بالليل، ممكن تحطه في الصيف، ممكن تحطه في الشتاء، ممكن وانت رايح الشغل، ممكن وانت سهران بالليل، ينفع في مواقف كتيره جدا. من الاخر مش هيقيدك في حاجه معينه وفي موقف معين. خلينا برضو نتكلم على التركيبه بتاعته سريعا. التوب نوت بتاعته فيها برجموت ولافندر، وبعد كده في اوكورد عود اللي هو العود المصنع، العود اللي مش طبيعي، غير طبعا ان هو فيه شويه توابل زي ما قلت في الاول. نقدر نقول كده ان هو فريش وسبايسي في نفس الوقت، وده عايز اقول لكم انه ممكن يكون سبب من الاسباب اللي بيديني انا نفسي راحه نفسيه لما بشمه. يعني انا ممكن وانا قاعد في البيت ارشه بحس ان انا ارتحت نفسيا شويه. لو عايز برضو تعرف الفرق ما بين البيز نوت والتوب نوت والحاجات دي، ادخل على الفيديو اللي فوق ده، هتعرف عنه تفاصيل كتيره عن ازاي تختار البرفيوم، وايه الفرق ما بين الاودو برفيوم والاودو تواليت، وايه اللي بتشمه بعد كده وايه اللي بتشمه بعد كده. عشان كده سهل جدا ان اي حد يحبه. وده يخلينا نروح لجزء الاطراءات، لان معروف عن البرفيوم ده ان الاطراءات فيه حلوه والناس بتشكر فيه والناس بتحب ريحته لما بتشمه. وممكن تسالك مثلا انت حاطط ايه، او ايه الريحه الحلوه اللي انت حاططها دي. فنقدر نقول كده ان هو برفان معتدل في كل حاجه، ريحته مش قويه قوي زي السوفاج مثلا، في نفس الوقت مش خفيف قوي زي الايفوريا، في نفس الوقت اداؤه وثباته معتدل، يعني هيقعد معاك 5-6 ساعات معاك مستريح. طبعا ده مقبول جدا جدا خصوصا في الفئه السعريه اللي هو موجود فيها. فلو انت هتسالني اجيبه ولا لا، طبعا هشجعك ان انت تجيبه. لو انت شخص معتدل مش بتحب الفواحان الجامد قوي، في نفس الوقت عايز حاجه عامه تنفع معاك صيف وشتاء. طبعا هم عاملين منه 3 اصدارات، لونه اسود واسمه ليت، وده مزودين فيه ريحه الخشب شويه. وتاني واحد هو الايكون، وده لونه سيلفر، وتالت واحسن واحد فيهم هو اللي معانا النهارده اللي لونه جولد، وده اتقالهم، وده عشان هم مزودين فيه العود شويه. دي حاجه برده مهمه جدا ناس كثيره جدا كانت بتسالني عليها، وانا قلت المره دي فرصه حلوه قوي ان انا اتكلم عليها. معظم الناس بتبقى محتاره تجيب البرفيومز الاوريجينال دي منين، خصوصا ان اسعارها في التوكيل بتبقى غاليه جدا، بتبقى اوفر بادجت طول الوقت. وده يخلينا نوصل ان احنا نتكلم على السبونسر بتاع الفيديو ده، اللي هو موقع امورني، وده موقع متخصص في البرفيومز الاوريجينال والميك اب. عندهم انواع كتيره جدا من البرفيومز الرجالي والحريمي، دايما بتبقى اسعارها اقل من اسعار التوكيل. والوقت اللي احنا فيه دلوقتي بالذات اللي هو وقت الجولدن فرايداي، في خصومات تقريبا ثابته 25% على كل المنتجات لو استخدمتوا البرومو كود اللي موجود قدامكم دلوقتي ده. خلينا بقى نتكلم على تاني برفيوم اللي هو إيسي مياكي إنتنس. البرفيوم ده انا ما كنتش اعرف عنه اي حاجه، بس جالي كذا ريكويست من كذا حد فيكم اتكلم على إيسي مياكي إنتنس، اتكلم على إيسي مياكي إنتنس. فانا بصراحه الموضوع استفزني لدرجه ان انا عملت سيرش عليه ونزلت اجربه بنفسي، وعجبني جدا جدا جدا. عجبني فيه ان هو فريش قوي، فيه برتقان وليمون وفيه كمان قرفه. الميد نوت بتاعه فيه زهور زي زهره اللوتس وجوز الطيب، والبيز نوت بتاعه فيه بخور وعنبر. الفوحان بتاعه جامد جدا وثابت جدا، بيقعد معاك مستريح 8 ساعات. ريحته يا جماعه من اول ما شميته بقيت احطها باستمرار، بقيت استخدمه 2-3 مرات في الاسبوع على الاقل. ده غير الميزه فيه ان هو 125 ملي، دي برده بصراحه حاجه فرقت معايا ان هو حجمه كبير. هم عاملين منه 4 اصدارات، انا اكتر واحد حبيته
فيهم بصراحه هو الانتنس وبعد كده النوار. بس لو عايزين رايي، لو انت البادجت بتاعتك مش كبيره قوي وعايز حاجه فعلا فريش وانت شخصيتك ان انت بتحب الحاجات الفريش، فانا شايف ان ايسي مياكي انتنس مناسب جدا جدا ليك. اخر واحد هنتكلم عنه النهارده هو بلجاري مان ان بلاك. البرفيوم ده محطوط فيه توباكو ومحطوط فيه بخور ومحطوط فيه جلود كمان، يعني ما ينفعش قوي لحد شاب عنده 20 سنه او عنده 18 سنه او عنده حتى 22 سنه، ان هو بيدي انطباع بالنضوج وبيدي انطباع بالثقه بالنفس. طبعا احنا لو بنتكلم في السن الاقل من كده في اوبشنز كتيره جدا، بس انا بتكلم ان ده مثالي جدا لحد عنده 28 سنه وطالع. انا شفت سيرفي كان معمول عنه ان فعلا البنات والستات لما بتشمه بتحس ان الراجل اللي قدامها ده راجل واثق من نفسه وراجل ناضج جدا. طبعا تركيبته مفيش كلام ان هي حلوه قوي، ولو انت بتحب التوابل الكلام ده البرفيوم ده هيبقى رقم واحد بالنسبه لك. طبعا وارد جدا انت ما تكونش عارف طب انا بحب التوابل اصلا ولا انا بحب ايه بالظبط، ده طبيعي جدا مش كل الناس عارفه ده. تعرف ده عن طريق التجربه، ان انت بتنزل محل بتنزل مكان بتنزل توكيل حتى بتجرب الحاجه دي وبتشوف انت نفسك هتبقى عامل ازاي لما هتشمها، انت هتميل اكتر للحاجات اللي فيها توابل ولا هتميل اكتر للحاجات اللي فيها حمضيات ولا هتميل اكتر للحاجات اللي فيها توباكو وهكذا، فده انت هتعرفه مع الوقت. وطبعا عادي جدا ان انت يبقى عندك ده ويبقى عندك ده ويبقى عندك ده. طبعا استخدام البرفيوم ده بما ان هو نفاذ وقوي في الشتاء هيبقى جامد جدا. طبعا هيبقى احسن استخدام ليه بالليل في الجو البارد، عندك مناسبة ليلية، عندك مثلا فرح او عندك حتى ديت، نازل مع خطيبتك نازل مع مراتك، كل الحاجات دي البرفيوم ده هيبقى مناسب جدا جدا جدا. طبعا بالنسبة لذوقه هو فوق الممتاز، لو هتحطه من الساعة 8 مثلا هيقعد معاك لغاية ما تروح بالليل. وعايز اقول لكم ان ده ممكن يعتبر العيب الوحيد اللي موجود فيه ان هو قوي قوي، فما ينفعش ان انت ترش منه كتير، هيبقى ريحته قوية جدا، وفي نفس الوقت ما ينفعش ترشه في حته مقفوله لانه ممكن يزعج الناس اللي حواليك، فحاول تخلي بالك من الموضوع ده وانت بتحطه عشان ما يعملش معاك انطباع وحش. غير كده هو هيشتغل معاك كويس قوي، وهتحس كمان ان انت جايب نفسك حاجه محترمه وحاجه شيك وفعلا حاجه هتلفت ليك الانظار. طبعا العطر ده معمول على اساس فكره معينه او زي ما بيقولوا الدي ان ايه او القلب العطري بتاع البرفيوم ده. الفكره في الموضوع ده هي حاجه اسمها اهتزاز التوابل، وعشان اوصل لكم الفكره دي، لو انت مثلا قدامك طبق فيه فلفل اسود وفيه كمون وفيه كذا توابل وانت قلبتهم على بعض هيطلعوا ريحه مختلفه وريحه جديده خالص عن ريحه الفلفل الاسود عن الكمون والكلام ده. نفس الفكره دي خدوها طبقوها على البرفيوم ده وعملوا منه النوطه العطريه او الحاجه المميزه، قلب العطر اللي بيميز البرفيوم ده. وهم ركزوا في الموضوع ده عشان اول ما تشم البرفيوم ده يجذبك ويلفت نظرك، وطبعا هم نجحوا في الموضوع ده تماما. وكمان بعد كده في الميدل نوت بتشم حاجه اسمها رام امباري اللي هي مزيج من العنبر ومشروب الرام، فبصراحه من احسن البرفيومز اللي ممكن حد يقتنيها لو سنه كبير. هتلاقوا طبعا الثلاثه برفيومز دول وحاجات تانية كتيره جدا على الويب سايت بتاع امورني، اللي زي ما قلت كل البرفيومز اللي هم شغالين فيها اوريجينال، وتقدروا كمان تستفيدوا من الفتره اللي احنا موجودين فيها دي، فتره الجولدن فرايداي، خصم 25% لو استخدمتوا البرومو كود اللي انا هحطه لكم دلوقتي ده. اعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا فولو لو بتتفرجوا على الفيسبوك، او تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وبرضو اعملوا لي فولو على انستغرام، هتلاقوني بنزل كل يوم ستوريز وبوستس واوتفيتس جديده ممكن ناس كتيره فيكم يجي لها انسبيريشن وتتعلم منها حاجات جديده. سلام.